رمضان يا شهر السلام، ماذا حملت من المنى؟ من كنت باب نجاته أن له أن يحزنا. رمضان يا شهر السنة، ماذا حملت من المنى؟ من كنت باب نجاته أن له أن يحزنا. يا كوثر الأشواق، ما مل الفؤاد ولا ونا. يا كوثر الأشواق، ما مل الفؤاد ولا ونا. أرسلت فيك مدامعي أرجو الكريم المحسنا. رمضان يا شهر السنة، ماذا حملت من المنى؟ الله الله الله. من كنت باب نجاته أن له أن يحزنا. أحسنتم، بارك الله بكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا أينما كنتم، حياكم الله وبياكم في أمسية رمضانية جديدة وبرنامج مداح الرسول صلى الله عليه وسلم. رحبوا معي بضيفي العزيز المنشد الأخ ياسر طوبان. حياك الله أخي العزيز. الله يا أهلا وسهلا بك، نورتنا إن شاء الله. حياكم الله، ورمضان مبارك عليك إن شاء الله، إن شاء الله. وعلى الإخوة أيضا حياكم الله جميعا، وأهلا وسهلا بك. الله يبارك. شيخنا العزيز، شو محضر لنا اليوم؟ أنا شيد ولا مدح؟ والله أول شيء نقول رمضان مبارك عليكم وعلى الأمة الإسلامية وعلى العراقيين أجمعين، وإن شاء الله يجعل هذا رمضان خير وبركة على عراقنا الحبيب إن شاء الله. والله إن شاء الله محضر مثل ما عودناكم السنوات السابقة، موالات إن شاء الله، وقصائد في مثل الحبيب. الله يبارك، الله يحفظك، توكل يا شيخ. زدني حبيبي من رضاك تكرما، زدني حبيبي من رضاك تكرما، يا خليلي من سواك طبيب. سقيت فؤادي من معين ودادكم، سقيت فؤادي 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 من معين ودادكم. لعل فؤادي بالوداد يطيب وروم حماكم، والروح تسمو أروم حماكم، والروح تسمو تسمو تسمو. إنا لروحي إنا لروحي من رضاك نصيب. شغلت فؤادي بالحبيب، شغلت فؤادي بالحبيب، فعشقه فعشقه يروي غليلي
والغرام عجيب. شغلت فؤادي بالحبيب، شغلت فؤادي بالحبيب فعشقه يروي غليلي والغرام عجيب. فيا رسول الله كن شفيعي، فيا رسول الله كن شفيعي وتولني يوم الرؤوس تشيب. إن كان عشقي للحبيب، إن كان عشقي للحبيب وسيلة فانشغاف قلبي بالحبيب تذوب. يا ضي سعاد العنبي، يا ضي اي والله يا ابو سعاد العنبي قاموا يصلون ومي الوضوء على مي يا ابو يصلون. الا اني خافي علي ما يصلون، والله يا باني كل خافي علي ما يصلون. يقودوهم على جمر الغضب، يا ابو سعيد الحارب عيونه وقغرها والتهب عبادة الباري. يا ابو يا ابا قهرها يا ابا حبيبي يا ابا. يا بطن القاع خيرون، اي والله يا بطن القاع خيرون من ظهرها وهذا الجيل تالي وخراب. يا ابو النوايب اجمنان بالقلب، وانت وتقضى العمر بالحسرات. يا عيوني وانت يا طه ما لغير الله. وانت يا طه
ما لي غير الله وانت دخيلك سوي صورة حالي لي صلي يا ربي على خير البشر وصلي يا ربي على خير البشر أوانت رضى عن أبي بكر وعمر صلي يا ربي على خير البشر صلت رضى عن أبي بكر وعمر اقتدي بعثمان صهر المصطفى أو جامع القرآن حقا ذو الوفا وأنفق الملأ وبالأجر اكتفى ويوم كان القحط للناس خطر البلاء اسمه مشتهر بين الملا أو يا شجاعا كان للعلم بحار ويا عمري الكفر ما تمكن علينا علينا يا دلولا سيان فمو بكرنا وعمرنا وعثماننا وعلينا من دحر الاستعمار عن أرض العرب حبيبي يابا 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 وتدري بالفاروق ماذا قد عمل أو شيء قال قومني إذا في زلال أو اسألوني ما عليكم من حذار صلي يا ربي على خير البشر وترضى عن أبي بكر وعمر آثر سلمان ونادى قال ثوبي ثوب ابني قد خسر صلي يا ربي على خير البشر وترضى عن ابي بكر وعمر حاورته امهم كثر الضجر وقال ما في القدر قالت له حجر وثم قالت كيف لا يدري عمر وقال لو يعلم بهذا ما صبر صلي يا ربي على خير البشر وترضى عن ابي بكر وعمر
بكر وعمار. اللهم رضي الله عنه. رضي الله عنه. سنت شيخي الله يحفظك يبارك فيك. حقيقة يعني هذا اللون هو اللي دائما تعودنا عليه مثل ما يقولون بالمديح والإنشاد أيضا. خليني أسألك يعني عندك جديد هذه السنة والله إن شاء الله مسألة الإنشاد يعني الجديد والله هو موجود يعني جديد إن شاء الله إن شاء الله على الجديد يعني مشترك يعني لو من ناحية انفراد. الإنشاد طبعا يكون غناء يعني يكون شوي سريع مو مثل المداح النبوية وغيرها ثقيلة يعني يكون صاحب بعض الإيقاعات طيب فأكو جديد إن شاء الله إن شاء الله يعني ننتظر إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله إن شاء الله يكون خير البركة الله يحفظكم. سألت إلهي قبل موتي نظرة سألت إلهي قبل موتي نظرة طيبة الفيحاء والقبة الخضراء وأدخل من باب السلام سلمان وأدخل من باب السلام مسلمان على المصطفى الهادي وأفرح بالبشرى وأنادي الله أنادي رسول الله أنادي رسول الله جئتك قاصدا فكن لي شفيعا يا عز الورى قدرا أنادي رسول الله أنادي رسول الله جئتك قاصدا وكل شفيعا يا جل الورى قدرا مقامك محمود وأنت محمد مقامك محمود وأنت محمد ورب السماء ورب السماء أعطاك حوضا وكوثرا صلى عليك
عليك الله يا علم الهدى علم الهدى. يا مصطفى أرواحنا تفداك تفداك. أنا أريد أسري لأبو إبراهيم وحدي وحدي ولظل طول الدرب لمدح بيك يا محمد وحدي يا وحدي. شقول شقول هنا يا كلام سيت وحدي شقول هنا يا كلام سيت وحدي قبر مظلم ولا معايا حدا يا بشحل اسم النبي يا ابو ايش حلو اسم النبي او حلوة معاني معاني ويجل القلم عن وصفه يا ابو ابو القاسم معاني يا طه انت اللي بجوف وما يعني يا طه يا طه انت اللي بجوف وما يعني شفيع الكل في يوم الحساب الله الله ما احلاها القبة الخضرا الله الله ما احلاها القبة الخضرا فاضت انوار من نورك يا ابو الزهرة الله الله على العافاني على التركاني وراهم وعجاج الضعن عم عين يا بي يا بي وراهم 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 أنا آه
سلم بيهم وراهم يا ريت الحلم واليقظة يا سويا وتفيض انوار محل الطلعة البقية اشكال الطيب بالحجرة النبوية وتفيض انوار محل الطلعة البقية اشكال الطيب ويا ابو البتول دري وبارك علي يا ابو البتول دري وبارك علي جدك يا زين باتت بقلب الحسرة الله الله محل الزوار يمشون أبواج أبواج وراض المختار محل الزور المختار وريح المحبوب هي الشفاء وعلاجي ريح المحبوب هي الدواء وعلاجي شي صبر الروح باتت بقلب الحسرة الله الله محل قبل عتبتنا بينا ولا رمت تزور قاصد نحو المدينة لعند البار قبل عتبتنا بينا يا ابو ابراهيم دير وبارك علينا يا ابو ابراهيم دير وبارك علينا جيتك يا زين باتت بقلب الحسرة الله الله محلى طابت انوار من نورك يا ابو الزهراء الله احلى القبه الفرح طابت انوار من نورك يا ابو الزهراء صلى الله عليه وسلم. أحسنتم جميعا جزاك الله خير شيخ ياسر. الله يحفظك. الآن خليك ترتاح شوي نطلع فاصل نرجع إن شاء الله. إن شاء الله. إذن مشاهدينا ابقوا معنا بعد الفاصل نعود إليكم بإذن الله. قام أهل النبي محد وصلى وصلوا عليهم فاز كل من سلم. رجعنا لكم مشاهدينا مرة أخرى لنكمل معكم هذه الأمسية مع المنشد الرائع الشاب ياسر طوبان حياك الله يا أبو أيمن مرة ثانية. إيش راح سمعنا هسه؟ هسا سمعكم موال مليحة الوجه يا الله بغداد إن شاء الله. مليحة الوجه حيتني ثناياها مليحة الوجه حيتني ثناياها وسطرت في سماء روحي تحاياها لقيتها فاستحال الشوق أغنيتها لقيتها فاستحال الشوق أغنية تزف قلبي قلبي لها في عرس لقياها قالت حبيب عراقي فقلت لها قال
حبيب عراقي فقلت لها أنا وكل العراقين نهواها. من يلتقي شرقية الخير تيمه من يلتقي شرقية الخير تيمه ذاك الجمال التي يحويه عيناها. سمعت عنها وما رأيي بمستمع سمعت عنها وما رأيي كمستمع ما قيل عنها قليل من مزاياها. خذي تحايا العراقين من شفتي خذي تحايا العراقين من شفتي فهاك روحي فغوصي في زواياها فإن فيها مواويل العراق فإن فيها مواويل العراق العراق أنا أهديك يا غادة الحسناء مغناها. نورت الأراضي من نورك الياضي ربك عنك راضي عيني حبيب تمام. أحمد يا محمد يا خير الأنام تقطع رجايا. أرسل لك هدايا يا عيني في جنح الحمام. أحمد يا محمد يا خير أرجو تمحي ذنوبي يا ربي في يوم القيامة. أحمد يا محمد يا خير الأنام نورت الأراضي ومحيت الظلام. صلى الله عليه وسلم. عاشت ايدك يا شيخ ويعطيك العافيه. احسنت والله بارك الله فيك. الله يعطيك العافيه. هذه القصيده حقيقه رائعه كانت ولحنها وانغامها اكثر من رائعه. نعم الله يعطيك العافيه. بعد شنو عندك؟ خلينا نطلع يلا ان شاء الله. يلا ان شاء الله.
يا أكرم الخلق جئنا يوم ذكراك يا أكرم الخلق جئنا يوم ذكراك والقلب بالحب والإخلاص ناداك نهوى مدينتك الزهراء يدفعنا نهوى مدينتك الزهراء وجد وشوق وتحنان لرؤياك كان اسمها يثربا من بعد هجرتكم فأصبحت طيبة من بعد لقياك كان اسمها يثربا كان اسمها يثربا من بعد هجرتكم فأصبحت طيبة كانت كسائر بلدان الدنا فغدت كانت كسائر بلدان الدنا فغدت هجرتكم تزهى بدنياك قد أصبحت حرما لما سكنت بها قد أصبحت حرما لما سكنت بها وروضة من جنان الخلد تهواك تعطرت أرضها سكنت بها تعطرت أرضها لما سكنت بها وصار مسكا أراها عند مثواك من أرض طيبة نور عن مآلمنا من أرض طيبة نور عن مآلمنا بشراك
يا عالم الإسلام بشراك، إنا نحبك عن بعد وعن كثب. إنا نحبك عن بعد وعن كثب، وما نسيناك يوما أو سلوناك. يا عين آني 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 العبالي طيب جرحي وبر منه آني العبالي طيب جرحي وبر منه وبعازات الليالي علي لا وبر منه أبو القاسم دخيلك يا أبو القاسم لا تبر منه على المعبر ويصير الحساب يا مميلك تعظيمي خاضع الحكم قدامي يا مميلك تعظيمي خاضع الحكم قدامي ولا اقدر اظلم ليالي اجلي في ظنوارك اجلي في ظنوارك مولاي على انصارك تنجينا من حرارك مولاي على انصارك تنجينا من حرارك يا من لك سر الروح يا من لك سر الروح جل اسمك تبارك جل اسمك تبارك مولاي يسر دربي نور بهدي قلبي مولاي يسر دربي نور بهدي قلبي وصلي وسلم ربي صلي وسلم ربي عالمصطفى مختارك عالمجتبى مختارك مولاي للأرض حيات قدرتك للأرض حيات جلت حكم أسرارك جلت حكم أسرارك يا حنا أنصارك نجينا من حر نارك مولاي يا حنا أنصارك نجينا من حر نارك يا من إلك سر أنتم. الله يجزيك العافية الله يبارك فيك شيخنا يعطيك العافية بارك الله فيك سأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقك إن شاء الله لخدمة هذه الأمة وهذا الطريق في مدح النبي صلى الله عليه وسلم جزاكم الله خير شباب جميعا الله يعطيكم العافية الله يبارك فيكم مشاهدينا وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة هذه الليلة نأمل أن تكون نالت استحسانكم شكرا لحسن المتابعة وفي أمان الله جيت براض المحيب الله يا حاج وصل سلامي للنبي راعي
تاج النبوة والغير مالك، حلو تاج النبوة والغير مالك، وبدر بين الكواكب نور وهاج، وجيت بروض المحيب الله يا حاج، وجيت بروض المحيب الله يا حاج.